السلام عليكم خوت صافا كلشي مزيان معكم خوكم امين فيديو جديد حلقه جديده الفيديو اليوم جيت باش نتكلم لكم على واحد الخبر يعني يؤسف جميع اللعابه ديال الكيك بوكسين في العالم لان اكبر منظمه عالميه ديال الكيك بوكسين عمرات على بانكرابسي وبالدارجه ديالنا انها دارت الافلاس. علاش عمرات على بانكرابسي؟ شنو مصير اللعابه اللي كيلعبوا فيها دابا مثلا بحال بدر هاري بحال لعابه من هولندا بحال لعابه من فرنسا اوروبا ومن لعابه بالعالم مغاربه ولا ماشي مغاربه شنو المصير ديالهم واش المنظمه يمكن لها ترجع ولا يمكن لهاش ترجع؟ خليكم معايا في هذا الفيديو ده غنشرح لكم كل شيء. يلا على بركه الله. اورا الخوت في هذا الفيديو هذا كما قلت لكم غادي نشرح لكم الظروف اللي خلات المنظمه العالميه للكيك بوكسين دير الافلاس. اول حاجه غير باش تعرفوا ان المنظمه العالميه للكيك بوكسين ديال جلوري ان اكبر منظمه في العالم حاليا ديال الكيك بوكسين. ردوا البال شنو كنقول، ما يجيش شي واحد يقول لي وان تشامبيونشيب ذس اكبر منظمه ديال الكيك بوكسين في الكيك بوكسين متخصصه في الكيك بوكسين في العالم هي جلوري كيك بوكسين، دارت افلاس ولا بلغه اخرى بانكرابسي. شنو هي بانكرابسي؟ هي كتعني انها فلسات. نشرحها لكم بواحد الطريقه سهله اخرى وكل شيء. ان بانكرابسي يمكن لي انا نعمر عليها. كيفاش نعمر عليها؟ انني مثلا خديت كريدي من عند الشركه باش نجي نبغي نخلصهم ما عنديش الفلوس، باش دوك الشركات ما يتابعونيش قضائيا كنمشي لعند الدوله وكنعمر على بانكرابسي. فاش كنعمر على بانكرابسي تنقول لهم انني فلست ما بقات عندي حتى حاجه. فاش نقول لهم انا فلست ما بقات عندي حتى حاجه، الدوله كتحميني من دوك الناس باش ما يجيش يتابعوني قضائيا، يعني لح بغاو يتابعوني قضائيا الدوله كتقول لهم السيد راه فلس، ما عندهم ما يعطيكم، وانتم اللي عطيتو كريدي ما تعطيوش كريدي. وهذه هي بانكرابسي. الشركه العالميه عمرت على بانكرابسي ولا دارت الافلاس. شنو المصير اللعابه اللي كيلعبوا فيها؟ واش يمكن لها ترجع ولا ما يمكنش لها ترجع؟ شنو غيوقع للكيك بوكسين في العالم؟ هادشي كامل غنحاول نشرحو لكم بوحده بوحده. اول حاجه غادي نبداو بها ان واش المنظمه يمكن لها ترجع ولا ما ترجعش؟ منظمه الكيك بوكسين يمكن لها ترجع ولا ما ترجعش؟ عاد نمشيو نهضرو على اللعابه، عاد نمشيو نهضرو على الشيء. المنظمه واش يمكن لها ترجع ولا ما ترجعش؟ يس يمكن لها ترجع ويمكن لها ما ترجعش. نعطيكم علاش قلت لك يمكن لها ما ترجعش، لان في 2012 المنظمه ديال الكي 1 اللي هي اول منظمه عالميه كان ديك الساعات ديال الكيك بوكسين كان هو الكي 1 اللي كانت فيها البطل ديالنا بدر هاري، وهي تشهر فيها بزاف وشهروا فيها الكي وانز بزاف. انا فاش كنت صغير في المغرب تنقول باغي نلعب الكي وان ديك المنظمه سيدي عمرت على بانكرابسي 2012. من تما ما بقيناش سمعنا اخبارها حتى مؤخرا الاعوام الاخرى عاد رجعات، ولكن رجعات ما كديرش الهيفي ويت، يعني ما كديرش الاوزان ثقيله بحال بدر هاري واللعابه الاخرين. وهنا في هذا الفيديو هذا غنشرح لكم علاش رجعات وما كديرش دوك الاوزان الثقيله، كدير الاوزان الخفيفه. المنظمه الجلوري كيك بوكسين واش يمكن ليها ترجع ولا ما يمكنش ليها ترجع؟ يس يمكن ليها ترجع. خاص شي شركات، اما شركه تباع لشي شركه اخرى اللي تسيرها، ولا شي شركات يجيو وانفيستيو فيها، يعني شركات يجيو ويدعموها اكثر باش تقدر ترجع. غير هما خصهم يدعموها بمبالغ كثيره ولا مبالغ اللي تقدر تخلص بها الديون ديالها، يعني عندها الديون بزاف مبالغ اللي خص تخلص بها الديون ديالها. لا ما دعموهاش بهاد المبالغ الشركه غتمشي ما تبقى لا منظمه جلوري حتى حاجه. شنو مصير اللعابه دابا؟ مثلا مصير اللعابه كاع خوتنا المغاربه ولا الجزائريين ولا كاع المغاربه الكيك بوكسين ولا كاع لعابه العالم الكيك بوكسين اللي كيلعبوا في هاد المنظمه، يعني كاين ابطال كبار، يعني جلوري كيك بوكسين من لكم احسن منظمه يعني جايبه طوب. شنو المصير ديالهم؟ يعني ما بقاوش غيلعبوا، يعني المصير ديالهم من مصير دوك الناس دوك الشركات اللي سلفوا المنظمه الفلوس ولا اللي عطاوها الفلوس، يعني حتى هما الكونتراكت ديالهم اللي دايره معاهم الشركه كونتراكت اي حاجه ما يقدروش هما براسهم يتابعوا الشركه. مثلا الا كنت انا مسيني كونتراكت مع المنظمه ديال جلوري كتقول لهم غتعطيوني غنصور معكم مثلا 100 مليون، انا نعطيكم مثلا 100 مليون في العام، يعني الشركه لما لعباتنيش نقدر نتابعها. داك كنشد الفلوس نقدر نتابعها، نقدر ندير محامي ونتابعها وقانونيا غتخلصني واخا ما نلعبش، لانها دارت معايا حق انني غنلعب وغنتشدو. دابا مثلا هاد اللعابه كاملين دايره معاهم واحد العقد عام عامين ثلاث سنين بحال هادوك العقود كاملين دابا، يعني كي تنقولوا خصهم يتقطعوا يتلاحوا في طرد الزبل. علاش؟ لانهم ما يقدروش يتابعوها. علاش؟ لان كما سمعتوني انها دارت بانكرابسي، لانها فلسات. فاش تكون الشركه ولا المنظمه فلسات ما تيبقى القانون ما كيحميكش منها، لان صافي هي ما بقاش عندها متعه. هاد اللعابه كاملين غادي تشوفهم اما مشاو رجعوا فيوجن ولا مشاو لوان تشامبيونشيب ولا مشاو شي يلعبوا شي منظمات اخرين، لان للاسف يعني كانت جلوري من احسن المنظمات وكنا كنتسناو بدر هاري وريكو ثلاثه وزيدوا زيدوا زيدوا زيدوا. واش المنظمه جلوري يلا دارت افلاس؟ كورونا اللي خلاتها دير افلاس؟ انا غنقول اه ولا، لان المنظمه جلوري الاعوام الاخرى ثلاث سنين الاخرى ولا نقولوا العامين الاخرى من 2018 لدابا انها ولا كان عندها شويه ستراجلين، يعني كان عندها شويه العقبات في الطريق ديالها. باش عرفنا
ان عند العقبات لا انا ولا كاع الناس اللي متبعين السبور باش عرفنا هاد العقبات انها كانت ديما كتدخل انفستر جداد يعني كانت ديما كتدخل شركه دعم جداد فاش كتدخل شركه دعم شركه الدعم كتدخل معاها خاصها تجلس سنين ما كتجلسش سنين كتجلس ساعه ما كتخرج علاش لانك كتشوف ما كاينش الربح من جلوري كيك بوكسين يعني شركه مثلا جد كنبيع مثلا تنبيع هاد البارتيه هادي هاد القاعد هذا جيت عندك كدير لي اشهار وغندعمك وانا غنربح بان الناس ديالي غيشوفوا هاد الاشهار هذا وانت غتربح لان انا كنعطيك الفلوس سو انا جلست معاهم 6 شهور بان لي ما كاين معاهم تربح خرجت البيزنس ديالي من عندهم وهذا هو اللي طرا مؤخرا هاد 3 سنين هادي الاخرى هادشي اللي بقى تيطرا في جلوري مع انني سمعت 12 2019 يعني في العام اللي داز في شهر 12 شهر 12 اللي داز واحد اللاعب ما ديما كتسمعهاش في جلوري بزاف كتسمعها في شي يعني ما كنسمعوهاش في منظمات كبيره كنسمعوها في شي منظمات صغار ولكني واحد اللاعب دار في تويتر انه ما تخلصش باقي ما تخلصش الكومبا ديالو يعني للاسف فاش كتشوف بحال هكا كتعرف ان المنظمه غادي يطيح شي طيحه خايبه مع ان يعني هاد العقبات اللي طراو ليها 3 سنين الاخرى فاش جات كورونا يعني كي تنقولوا حنا طيحت ليها الرجلين علاش لان دوك الشركات كاع اللي كانوا باقيين داعمينها وموقفينا رجعوا اللور لانهم حتى هما ما بقاوش يقدروا يعطيو الفلوس لان حتى هما حبسوا مع العالم حبس حتى هما حبسوا الايكونومي طاحت يعني الاقتصاد ديال العالم طاح سو هادوك الشركات ما بقاوش كيدعموها الشركه شنو خصها دير خصها تبقى جري على الناس لانها هي شركه عالميه كتخدم الناس في امريكا في هولندا في اوروبا عندها الماتش ميكر عندها الناس خدامين معاها في العالم كامل سو شنو خصها دير خصها تحيد على الناس تجري عليهم باش ما تبقاش تخلصهم فلوس بزاف وتقدر تكالي مع راسها خرجوا واحد الشخص اللي هو مهم 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 في الكيك بوكسين اللي هو الماتش ميكر اللي هو كيجيب لهم اللعابه من هاد الدوله هذه ومن هاد الدوله هذه وكيلاقيهم لعابه ابطال كبار واللي هو اللي كان تيتخلص بزاف لانه هو فهاد السبور ديال الكيك بوكسين معروف عالميا لانه هو كان المدرب ديال رامون ديكار عنده لاصال في هولندا لاصال كبير مثلا بحال جمال بن صديق تيتريني عنده في لاصال ديالو ديال ولدو هو كور هامرز هاد الشخص هذا كتشوفوه ديما في جلوري ولكن ديما ساكت راجع اللور ديما كيهز البيلت كيعطي الناس وداكشي هذا هو الماتش ميكر يعني هذا هو اللي كيلاقي الكومبات يعني الا بغيت انا نمشي نلعب في لوري بغيت نلعب مثلا على السنطه ولا شي حاجه خصني نقول المانجر ديالي يمشي عند الشخص هذا ويتكلم معاه باش يدخلني نلعب ولا يعطيني كونتراك ولا يسيني معايا مده عام ولا عامين سو هاد الشخص هذا فايرا ولا بلغه اخرى جراو عليه يعني كما قلت لكم ان الشركه ما بقاتش عندها الفلوس باش تخلص الناس جراو عليه شو شي ناس جراو عليهم شي ناس خلاوهم يمشيو شي ناس قالوا لهم ما بقاش عندنا فلوس يعني هاد الشخص هذا ما غنقولوش انه جراو عليه ولكن ما بقاش معاهم يعني يكونوا داروا معاه شي طريقه مزيانه باش خرجوه ولكن ما بقاش معاهم سو بقاو تيخرجوا الناس ديالهم من دوله حتى عمرات بانكرابسي دابا الشركه الامر ديالها متعلق ما عرفنا شنو غيطرى ما عارفين شنو غيطرى كما قلت لكم واش يمكن لها ترجع ولا يمكن لهاش ترجع جاوبتكم عليه ان خصها شركه جديده ولا شي واحد يشريها اللي عنده الفلوس يقدر يخلص الديون ديال الشركه باش يرجع الشركه هاد العام هذا ما غترجعش العام الجاي ما نظنش غترجع يعني غتشد شويه الوقت باش هادشي كامل يطرى غيشد شويه الوقت يعني كنتمنى حظ موفق لكاع الابطال صراحه اللي يلعبوا فيها واخا انك سف يعني كيضرك شويه في الخاطر لان كله عنده الحلم ديالو انا تنعرف دابا بزاف منكم غيتفرجوا في هاد الفيديو هذا اغلبيه ديالكم عندكم الحلم باش تلعبوا في جلوري. انا الحمد لله انا كان عندي الحلم باش نلعب في جلوري لعبت في جلوري في 2015 فاش جات انا الامريكان لعبت معاهم واحد الكومبا مزيان داز مزيان الحمد لله لعبت كان في ريكوفر هوفن كان هو المين ايفنت لعبت دوز مع ابطال ولكن من موراها سينيت عقد مع المنظمه ديال لاين فايت وما بقيتش عاود لعبت معاه كنت ناوي باغي نرجع نعاود نلعب في جلوري وما عاودش لعب الحمد لله ان داك الحلم انا باش نلعب فيها هاد اللعب فيها ما عرفتش رجع المنظمه تقدر ترجع ولا ما ترجع ما كنظنش غترجع الا الا شراها شي واحد ولا شركه باش انفستيو فيها غتكون صعيبه يعني خصها تتباع لشي شخص اخر باش يشريها ونتمنى الصراحه من الله انها ترجع لانها غتساعد الابطال بزاف وغتحقق بزاف الحلم ديال الابطال اللي يلاه طالعين بحالي واحد الحاجه اخرى اللي هي مهمه شنو خلى المنظمه دير الافلاس شنو اللي خلاها دير الافلاس كما قلت لكم العقبات اللي طرات في هذه 3 سنين هذه وواحد الغلط انك دير منظمه كبير انها كتركز على الاوزان الثقيله اوزان ثقيله كتركز عليهم بزاف يعني اوزان ثقيله كيتخلصوا اكثر من الاوزان الخفيفه مثلا انا فاش كنعقل مشيت لعبت فيها تخلصوا على شي 3 مليون ماشي ديال الدولار 3 مليون درهم اللي هي 3000 فاش كون كان شي واحد نفس النيفو ديالي نفس الكومبات ديالي نفس اي حاجه غيمشي وكان هو في مثلا في ميزان ديالو 90 كيلو غيتخلص بزاف داكشي علاش تشوف بدر هاري خلص باب الفلوس ومثلا محمد جراي اللي كيلعب فيها ولا شي بطل مغربي مثلا مصعب العمراني فاش كان تيلعب فيها كيشد 20000 20 مليون مغربيه وبدر هاري كيشد 100 مليون مغربي لان الوزن ثقيل في الكيك بوكسين كيلعب دور كبير في جميع السبور ولكن بخصوص في الكيك بوكسين كيلعب دور كبير خصوص فيهم هما كيخسروا الفلوس بزاف على
الهيفي ويت على الوالورز وما كيعطيوش قيمه للعابه اللي يلا طالع اللعابه اللي باقين جداد. مثلا كتعطي قيمه بزاف مثلا البادر هاري ولا شي واحد اللي هو قديم في السبور كيجي كيلعب معاك عام عامين وكيمشي. وهذاك الشخص اللي يلا طالع مثلا بحال مصعب العمراني ولا الجراي اولا هذوك الناس هما اللي خصك ديرهم في التصويره وهما اللي خصك تعطيهم فلوس وهما اللي خصهم يبانوا لانه باقي العمر قدامهم باقي يلعبوا معاك ويلعبوا ويزيدوا يزيد. هذا هو غير يعني غير الراي ديالي الشخصي انا كنشوف هذه حاجه من الحوايج اللي كنشوفها مؤخرا ان المنظمه كتجيب بزاف الناس البوالور كتجيب الناس تجيب بزاف الناس اللي فيهم الوزن ثقيل كتخسر عليهم فلوس بزاف ما كتدخلش ديك الفلوس اللي كتخسر عليهم ديما وهذا للاسف انه كيعرض المنظمه باش تخسر الفلوس بزاف ويطرى لها هادشي اللي طرى لها. هذا كي تنقول لكم كان غير الراي ديالي الشخصي يعني ما يجي شي واحد يقول لي لا وانت ما هذا غير الراي ديالي الشخصي لا عندك شي سؤال في هذا الراي ديالي الشخصي ولا لا عندك شي كومنت عارف انت شي حاجه على جلوري بليز خلينا في الكومنت وقلنا شنو طرا جلوري. هذا كي تنقول لكم اخوت كان هو السبب ديال المنظمه علاش دارت الفلاس كان هو السبب علاش المنظمه دابا مابقاتش نقولوا مابقاتش خدامه. نتمنوا من الله انها ترجع لان بغينا ترجع باش المصير ديال اللعابه اللي مساينين العقود ديالهم معها يكملوا في المسيره ديالهم لان بعد ما شطره شي حاجه يقدر بنادم يكويتي يعني غير بنادم ينسحب ناس وكاين الناس بزاف ما غينسحبوش ونتمنى وانها تبقى هي لان بغينا تنقولوا حنا كيك باكسن يلا بدا تيبان دابا غيرجع اللور اللي مشات هاد المنظمه هادي لان ماشي منظمه صغيره كبيره وغتخلي بلاصتها بزاف. واحسن حاجه اللي حنا كنتسناوها كاملين هي بدر هاري مع ريكو مقابله رقم 30 هي ما غتحصلش دابا يعني الا ما حصلتش لما دارتش فلوري ما عمرها غدار ديك البومبا لان ما كنظنش ان شي منظمه عالميه اخرى غادي تجي وغتعطي لبدر هاري فلوس من هنا للعام الجاي. يعني بدر هاري غادي يبري وغادي كيكبر ريكو مشى كيدير داكشي الافلام سوم ما نطولش عليكم. كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم بليز لا عجبك الفيديو ما تنساش عجب دير لايك اعجاب ديالك شارك في القناه الا كنتي جديد معنا. هاد القناه كنديروا فيها اي حاجه متعلقه بالسبور رياضه الفيتنس وخبيرات بحال هذا زوينه ولا خايبه المهم باش نردوا بالنا ونشوفوا شنو المستقبل ديالنا جاي فيه. عندك شي راي عندك شي حاجه جديده على جلوري بليز خليها لنا في الكومنت. عندك شي فكره جديده كتقول له عندك شي راي جديد ماشي بحال الراي ديالي كتقول ان علاش المنظمه خسرات وعلاش دارت الفلاس بليز شاركها معنا في الكومنت نسمعوا منك. يلا الخوت بيس الله نشوفكم في فيديو جديد حلقه جديده مع اخوكم امين عرفتي نيس.